هم ليسوا في نزهة هنا في أحد الشوارع الرئيسة في السماوة بمحافظة المثنى جنوبي العراق، فمتظاهرو ثورة تشرين ينتشرون منذ بضعة أيام في شوارع المحافظة ضمن عملية التصعيد السلمي ضد السلطات الحاكمة بعد أن تجاهلت الأخيرة مطالب المتظاهرين تماماً. اليوم بدأنا بداية التصعيد السلمي حسب انتهاء مهلة الناصرية، بدأنا بخطى الجسور والطرقات والشوارع بشكل عام، الطريق العام بين بغداد وبصرة، بالإضافة إلى مدخل السريع. تصعيدنا السلمي وكل الأعذار ما بأي فوضى. غلق جزئي للطرق الرئيسة نفذه المتظاهرون في محيط ساحة اعتصام الغدير في السماوة باستثناء الحالات المرضية وإدخال المواد الغذائية. لن يمر أحد من هنا، يقول هذا المتظاهر الذي لم يجد شيئا يغلق به الطريق إلا جسده، وهكذا فعل في مشهد يعبر عن الغضب الشعبي السائد ضد مماطلة ومراوغات السلطة مع الشعب المنتفض. صار لنا 100 يوم نايمين بالساحات، نايمين بالشوارع، إلى متى يعني؟ إلى متى؟ وين يردون يوصلوننا؟ يعني أنا هسه اليوم شوفنا هسه اليوم قاطعين الطرقات، إحنا لا عصابات ولا هاي، أنا لحاجي خريج، وهاي أكثريته خريجة وشهايد وما أعرف شنو، لا عندنا عمل، لا عندنا شغل، لا عندنا وطن، عصابات، ميليشيات، خطف، كواتم، إلى متى؟ نريد وطنا للجميع وكلا لأحزاب الفساد وميليشياتها. هي هتافات وصيحات معتصمي السماوة التي ربما عبرت عما بداخل كل عراقي ينشد التغيير الشامل في بلده. وطن، وطننا نريده، وطننا وقاعدين نظاهر نريد حقنا، كل شيء ما نريد، سلاحنا ما طلعينه، بويا دولة قاعدين ما يطلعون يدفونا شرهم، عمي رحم على والديكم تفونا شرهم وخلونا نستغر، والعشائر ليش ما تطلع؟ غيره ما عندها، غيره ما عندكم، اطلعوا عمي اطلعوا. ولعل رسالة أحد متظاهري السماوة للمتشبثين بالسلطة تختصر مطالب متظاهري ثورة تشرين بعد شهور من القمع المتواصل والاستخفاف بمطالب الثوار. رسالة نوجهها إلى الأحزاب الحاكمة في السماوة، أريد أن كلهم يا فالح، كلهم من رئيس السلطة إلى أصغر واحد، اللي يتقاسمون المحافظة بالمحاصصة واللي يصورون بأن هاي ميراث أسلافهم، نقولهم بدل عد التنازل مالتكم. إذن هو عد تنازلي للسلطة بدأ منذ تشرين الأول الماضي، وربما أصبحت نهايته قريبة كما يرى ثوار تشرين.